الأخت تقول بأنه نزل عليها الحيض وهي ذاهبة للعمرة، مع العلم الشيخ تقول بأنه ليس وقت للدورة، ماذا يحسب عليها؟ إذا جاءها الدم فإنها تمسك عن الطواف حتى تطهر أو ينقطع الدم، حتى لو لم يكن حيض فإنه لا تطوف والدم ينزل عليها، لأن هذا حدث ينقض الوضوء، والطواف يشترط له الطهارة. فإذا إنه انقطع الدم ونشفت تماما فإنها تغتسل وتطوف وتكمل عمرتها. نعم.